وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام جابر، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. نرحب بك أستاذ حسام في نشرة الأخبار، وكيف تنظرون إلى هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما؟ شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. وبالإشارة إلى العفو الملكي السامي والإفراج عن نحو 457 محكوما، فقد جاءت هذه المبادرة الكريمة من سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في ظل احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالته من قاليد الحكم، كما جاءت مع بدء العام الدراسي الجديد لتؤكد ما تعيشه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالته من علاء لقيم الإنسانية والتسامح والتعايش والتراحم والممارسة الحقيقية والواعية بل والرائدة لمفاهيم حقوق الإنسان، وذلك بما يتوافق مع ما وصلت إليه مكانة مملكة البحرين في هذا المجال إقليميا وعالميا. فلا يخفى على أحد أن لدى مملكة البحرين رصيد لا يستهان فيه من العمل في مجال تعزيز وممارسة حقوق الإنسان منذ انطلاق العهد الزاهر لجلالته، سواء بالانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو ترجمتها على أرض الواقع، وعلى المستوى المحلي من خلال وضع القوانين والآليات الوطنية المعززة لمسيرة التقدم في مجال حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية وفق رؤى ملكية سامية وقيم يتمتع بها المجتمع البحريني المتأصل له، داعية دائما للوئام والمحبة والسلام والتسامح. واليوم نتحدث عن استمرار لهذا النهج الملكي السامي بالعفو عن المزيد من المحكومين، بما يعكس حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع. فهذا العفو الملكي السامي يعد فرصة هامة لجميع المفرج عنهم للانخراط الحقيقي في عمليات التنمية والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين في شتى المجالات. فالبحرين بحاجة لجهود كافة أبنائها للمساهمة في الحفاظ على المكتسبات وتعزيز المنجزات. ولعلي هنا أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لسيد صاحب الجلالة الملك المعظم ملك الإنسانية والتسامح على هذه المبادرات الإنسانية الرائدة، متمنيا في الوقت ذاته لجميع المفرج عنهم الاندماج والعمل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين. نعم الأستاذ حسام جابر، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.